اولا كلامك. حضرتك وصلت ازاي لبابا شعره؟ كان في الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني والاستاذ محمد الطوخي الفنان الكبير طبعا، فنانين الاثنين، فقالوا لي احنا عايزين نقابلك ببابا شارو. حضرتك كنت بتشوفيهم فين؟ مش حضرتك كنت طالبه عاديه مش كده في المدرسه؟ ايوه ايوه. حضرتك شفتيهم فين؟ لا ما انا رحت المعهد بقى. حضرتك اللي قدمتي في المعهد؟ ايوه. الاهل كانوا موافقين على المعهد؟ لا ما كانوش. طب امال دخلتي؟ ما كانوش. امال حضرتك دخلتي ازاي؟ والله انا دخلت على انه معهد موسيقى. على انه معهد موسيقى؟ اه. الله. وانا ما كنتش اعرف برضو ان هو معهد تمثيل قوي. هو مكتوب الموسيقى والتمثيل. الموسيقى والتمثيل. فدي كانت النقطة اللي أنا مستند عليه. إنه معهد الموسيقى. أيوه. يعني هما كانوا ممكن يوافقوا على معهد الموسيقى بس ما يوافقوش على معهد التمثيل؟ طبعًا. طب ليه؟ ليه؟ لأن الوقت نفسه الفترة دي كانت كل الفنون مش بس التمثيل. يعني طب ما هي الموسيقى فن. والرسم. والرسم فن طبعًا. الصحافة. أيوه. فنون كتيرة جدًا كانت مرفوضة. وما كانش حد بينظر لها نظرة اللي بنشوفها احنا دلوقتي. يعني ما كانتش النظرة ليها الاحترام اللي موجود. الاحترام اللي موجود دلوقتي. ما كان زمان حتى شهادة الممثل في المحكمة لا تؤخذ بها. ايوه كانت لا تؤخذ. برافو عليكي. انت قلتي نقطة. دي كانت في الوقت ده. يعني في خلفية تفكير كل الاهالي طبعا. كل الاهالي. في الوقت ده مهما تقنعي مهما تقولي مهما انما فكره ثابته. النهارده لينا نقابه. ونقابه بتمثلنا في حاجات كتير قوي. طبعا في فرق. طب ازاي حضرتك وصلتي لبابا شارو بقى؟ ايوه لما رحت بقى